ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده بناء على طلب ناس كتير قوي منكم، وهو ازاي يخلي مناعتك قويه جدا لدرجه ان مفيش اي فيروس او اي بكتيريا يقدر ياثر فيها بسهوله. انا عايز اقول لك ان ربنا خلقك وخلق لك جهاز مناعه قوي جدا، عامل زي الجيش شغال ليل ونهار عشان هدف واحد بس، وهو ان هو يحميك. وعشان الجيش ده يبقى جيش قوي ويقدر يحميك من اي حاجه، لازم تديله الموارد اللي يصنع لك بيها الاسلحه اللي تحميك. فانت لما اديتوش الموارد دي هو مش هيصنع لك الاسلحه، وبالتالي هيبقى جيش ضعيف، فاي بكتيريا صغيره او اي فيروس صغير او حتى اي خدش ممكن يموتك. واول حاجه هنتكلم عنها هي الاكل. ايه الاكلات بقى اللي لازم ناكلها عشان تخلي مناعتك حديد؟ اول حاجه هي التوم. لما نتكلم على المناعه لازم اول حاجه نقولها هي التوم. ليه؟ لان التوم في كل الفيتامينات اللي بتروح الصيدليه تجيبها ب 500 و600 جنيه كلها موجوده في التوم، في الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والزنك والحديد. كمان التوم من اقوى مضادات الاكسده. لما حد يقول لي ايه هي مضادات الاكسده، هقول لك دي اللي بتقلل الاجهاد في العضلات وانسجه الجسم وبتبطئ الشيخوخه، وكمان تحسسك ان انت دايما عندك نشاط وحيويه. كمان التوم في ماده اسمها الاليوم، ودي بتقلل من خطر الاصابه بهشاشه العظام خصوصا عند الستات. كمان التوم في ماده بتعمل فازو دايليتيشن، يعني بتوسع الاوعيه الدمويه، فلما توسع الاوعيه الدمويه تقلل الضغط، يعني بتحسن من الضغط للناس اللي عندها الضغط عالي، فده بيحسن الدوره الدمويه للجسم كله بما فيهم المخ، فده بيزود التركيز وبيزود النشاط. فمن الاخر التوم ده فيتامين قوي جدا وببلاش، فما ينفعش اليوم يعدي من غير ما تاكل توم. تاني حاجه هي فيتامين سي والزنك، اللي احنا طول فتره الكورونا قاعدين نجري على الصيدليات نجيب فيتامين سي وزنك لحد ما خلصناهم، مع ان هم عندنا في البيت وببلاش وبكميات كبيره جدا. ايه اكتر حاجه فيها فيتامين سي؟ هي البصل. ليه؟ البصل فيه فيتامين سي اللي بيعزز المناعه وبيقوي المناعه وبيحسن الجلد وبيحسن الشعر. كمان البصل من اقوى مضادات الاكسده زيه زي التوم، اللي برضه بيحسن نمو الانسجه وبيقلل الشيخوخه. في كمان مركبات الكبريت، ودي اللي بتقلل مستويات السكر في الدم وبتعزز انتاج الانسولين، فبالتالي بتحسن مستوى السكر في الجسم. كمان البصل فيه ماده اسمها الكوراستين، ودي اللي بتمنع تكوين الجلطات والازمات القلبيه. كل الفوائد اللي شفناها دي عشان خاطر البصل، فبرضه ما ينفعش يومك يعدي من غير ما تاكل بصل او يكون موجود في اكلك. ايه تاني اللي فيه فيتامين سي وموجود في البيت؟ طبعا كلنا عارفين البرتقال والليمون والسبانخ والفلفل الاحمر، كل الحاجات دي فيها فيتامين سي وموجوده في كل البيوت. تالت حاجه الزنك. طب والزنك ده نجيبه منين؟ الزنك ده هتلاقيه في اللبن والبيض، وكمان اللبن والبيض فيهم كالسيوم، وما ينفعش اي طفل عظمه لسه بيتكون ما ياكلش لبن وبيض، لان دول فيهم الكالسيوم وكمان فيهم الزنك المهم لكل الاطفال. رابع حاجه واللي كلكم بتدوروا عليها وهي الاوميجا 3. طب الاوميجا 3 نلاقيها فين بكميه كبيره جدا؟ هنلاقيها في زيت الزيتون. طب دي بتعمل ايه؟ دي بتقلل الالتهابات في المفاصل وفي العظم، وبتقلل الالتهابات في الشعب الهوائيه، كمان بتحفز انتاج كرات الدم البيضاء، فبالطريقه دي بتعزز المناعه جدا. وموجود برضو في الاسماك الدهنيه زي السلمون. اخر حاجه عايز اقولها لكم في الاكل وهي الزبادي. طبعا الزبادي مهم جدا خصوصا للاطفال. ليه؟ لان الزبادي في ماده اسمها البروبيوتيك، ودي يعني البكتيريا النافعه اللي بتدخل الجهاز الهضمي تنضفه من كل البكتيريا الضاره اللي موجوده فيه. يعني تقدر تعتبر الزبادي ده عباره عن مضاد حيوي طبيعي لكل الاطفال. ده بالنسبه للاكل. نيجي بقى للنوم. لازم كل يوم تنام من 6 ل 8 ساعات خصوصا بالليل. ليه بالليل؟ لان الوقت بتاع الليل هو اللي بيتكون فيه التي سيل والماكروفاج والبي سيل وكل الاسلحه والخلايا بتاعه جهاز المناعه. فانت لما تسهر طول الليل وتنام طول النهار انت كده الخلايا دي ما بتتكونش. عشان كده تلاقي الشخص اللي بيسهر طول الليل وينام طول النهار مناعته ضعيفه وبيلقط اي عدوى بسهوله. تالت حاجه وهي الحاله النفسيه. لازم تبقى فاهم ان الجهاز المناعي بيتاثر بصوره كبيره جدا بالحاله النفسيه. الضغط العصبي بياثر بشكل سلبي على جهاز المناعه، والدليل على كده انك لما بتيجي لشخص فتره امتحانات او فتره مشاكل بتلاقيه معرض للامراض الفيروسيه والامراض البكتيريه والضغط والسكر. وحتى لما تبص لشخص عصبي تلاقي عنده السكر والضغط والقلب وغيره وغيره. لما تبص بقى لشخص هادي تلاقيه واخد الامور ببساطه والدنيا لذيذه، فتلاقيه ما عندوش حاجه خالص وصحته كويسه. فحاول دايما تاخد الامور ببساطه، ولو حسيت فتره ان انت عندك شد عصبي حاول تحكي لحد. لو حسيت ان انت عايز تروح لاي دكتور نفسي مفيش اي مشكله ولا اي عيب خالص، لازم تحاول بكل الطرق انك تقلل الضغط ده من عليك. رابع حاجه وهي الرياضه. طب الرياضه مهمه للمناعه في ايه؟ الرياضه بتحسن الدوره الدمويه جدا، والدوره الدمويه دي هي الطريق اللي بياخد خلايا المناعه ياخدها من مكانها يوديها للمكان اللي فيه الفيروس او الحاجه اللي جايه تهاجمك. فانت لو مش بتلعب رياضه ومش بتحسن الدوره الدمويه بتاعتك، الجيش بتاعك هيبقى بطيء ان هو يروح يلحقك، فمش هيلحقك. والرياضه هنا مش معناها ان انت تروح جيم وتعمل عضلات، لا، الرياضه معناها ان انت لو قادر انك تجري اجري، لو مش قادر انك تجري اتمشى، لو تعرف تتمشى كل يوم نص ساعه، المهم تعمل اي مجهود يحسن الدوره الدمويه بتاعتك.
اخر حاجه وهي الميه. السائل اللي بيتحرك فيه جهاز المناعه اسمه الليمف. الليمف ده بيتكون بصوره كبيره جدا من الميه، 3/4 تكوينه من الميه. فانت لو مش بتشرب ميه 2 ل 3 لتر كل يوم، الخلايا بتاعت جهاز المناعه ده مش هتعرف تمشي لحد ما تروح للحاجه اللي جايه تهاجمك. فحاول دايما انك تشرب ميه بكميات كبيره كل يوم عشان خاطر صحتك انت وصحه جهازك المناعي والبشره والشعر وكل حاجه، كل ده بتاثر بالميه. اتمنى في نهايه الفيديو ان انا اكون افدتكم، وياريت نلتزم بالحاجات دي وناكل الاكلات دي ونلتزم بكل اللي في الفيديو، وان شاء الله مناعتك هتبقى قويه جدا، والحاجات اللي احنا قلناها كلها في الفيديو مش هتكلفك اي حاجه خالص. وشكرا لكم.